فأنا عندي ثلاثة أخوة استشهدوا وضليت أنا لحالي معين لأهلي. الحمد لله رب العالمين بشهدائنا بلدنا حلب انتصرت والبلد كلها بدها تنتصر إن شاء الله بعون الله. صح إنه عانينا بالأول دمار وخراب من الإرهابيين والمسلحين، بس الحمد لله رب العالمين رجعت الحياة مثل ما كانت وأحسن. وزف شهيدا بالزغاريد والرياح.